السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله بنكمل شرح منهج كونكت بلس لكي جي 2 من كتاب المعاصر. احنا في الفيديو اللي فات بدانا في يونت 1 وصلنا لغايه ليسون 4. اوكي، طب النهارده هناخد ايه؟ هناخد من اول ليسون 5 لغايه نهايه اليونت. الفيديو ده مهم جدا 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 لان فيه اجزاء جرامر جديده. طيب انا هنا عندي في ليسون 5 و 6 و 7 بيتكلم على الفاميلي ممبرز. فاميلي ممبرز يعني اعضاء العائله. اوكي، طيب هبدا بالاول خالص. هو هنا بادئ بانكل. انكل ينفع اقوله على خالي او عمي، انكل. طب الخاله او العمه اسمها انت، انت. كوزن، وهنا عندي كوزن. كوزن دي ينفع اقولها على ابن عمي او ابن خالي اللي هو الولد، وينفع اقولها على بنت عمي او بنت خالي اللي هي الجيرل. وطبعا عندي مامي الام، دادي الاب، بيرنتس الوالدين اللي هم دادي ومامي، اخ يعني براذر، اخت يعني سيستر. طب ركزوا معايا في الجزء ده، هنبدا كده بدايه الجرامر لكي جي 2. هنا بيتكلم على البلولر يعني الجمع. يعني ايه بلولر يا ميس مروه؟ يعني كتير، يعني اكتر من واحد. هنا بيقول لي سينجولر يعني مفرد، وبلولر يعني جمع. سينجولر يعني واحد بس، سينجولر يعني واحد بس. وان براذر ده اخ واحد بس. طب لو تو يا ميس مروه ينفع اكتب الكلمه بدون اس؟ لا، بزود لها اس. يبقى انا عشان احول الناون الاسم عندي من سينجولر من مفرد احوله لبلولر بضيف لي اس. اوكي، يبقى انا عندي وان براذر ده اخ واحد. طب لو هما تو او ثري او فور يعني اكتر من واحد، انا بزود للاسم اس تبقى تو براذرز. هنا عندي وان سيستر اخت واحده، ثري بصوا بقوا ثلاثه. اوكي، سيسترز، سيسترز ثلاث اخوات. اوكي، وان كوزن، وان كوزن. هنا عندي four cousins. طالما اكتر من one بزود اس للنون. هنا عندي singular مفرد وplural يعني جمع. عشان احول السingular لplural بضيف له اس، بزود له اس. اوكي، طيب مثلا هنا عندي pen، ده قلم واحد بس، بقول a pen. اوكي، طب لو عندي قلمة كتير ينفع اكتبها pen كده؟ لا، بزود ليها اس بقت pens. فانز معناه اقلام. طيب احنا خلصنا اول نقطه كده. لما اجي احول السنجولر المفرد احوله لبلولر لجمع. طب عايزه اقول لدي او عندي، بقول هاز، هاز. طب هاز دي مين صحابها؟ الهي اللي بتيجي مع البوي الولد، والشي اللي بتيجي مع الجيرل، هما اللي بياخدوا هاز. انما لو انا قلت اي، اي بتكلم عن نفسي، اي بتاخد هاف. هنسيبها دلوقتي على جنب. سلمى، سلمى دي هي ولا شي؟ يعني بوي ولا جيرل؟ شي اكسلنت يعني جيرل. سلمى هاز وان سيستر، سلمى عندها اخت واحده. شي هاز نو براذرز، هي ما عندهاش اخوات صبيان. اوكي، يبقى الهي بتاخد هاز والشي بتاخد هاز. ذا نيكست بيج. طيب هنا عندي ايه؟ بيقولي to say what you can see. Can you see my parents؟ انت شايف بابايا ومامتي؟ Aunts, uncles and cousins. انا هنا عندي pictures، عندي صورة. هو البوي بيقول he has، هو عنده two uncles. بصوا هنا عندي two يعني كتير، عشان كده الكلمة اللي بعديها او النون فيها اس. و two aunts and four cousins. اوكي، هنا برضو بيأكد على البلولر على الجمع. طيب خلصنا البلولر وخلصنا has. عندي these، these دي بقولها لما شاور على كتير يعني بلولر يعني جمع. These are my parents, aunts, uncles and cousins. شايفة اللي في الصورة الكتير دول؟ هما كتير، ما ينفعش اقول these. This دي بتاخد is وبيجي بعديها مفرد. حاجة واحدة، مثلا this is a pen ده قلم. اوكي، طب يا ميس مروة انا لو عندي كتير كتير ينفع اخد this؟ لا،
ذيس دي بتاعت المفرد، بتاعت الحاجة الواحدة بس. طب لو هما جمع كتير زي الناس اللي في الصورة بقول ذيس ذيس وبيجي معاها ار، ذيس وبيجي معاها ار. اوكي طيب تعال نحل الجزء ده. هنا بيقول لي ذيس ار فور، ار يعني هما كتير وفور يعني هما كتير. ناخد الكازن اللي من غير اس ولا ناخد الكازنز اللي فيها اس؟ ها طالما هما كتير، طالما هما كتير يبقى ناخد اللي فيها اس، كازنز. اوكي نمبر 2، she has one، هي عندها one يعني مفرد يعني واحد بس. brothers اللي فيها اس يعني كتير ولا brother اللي هو واحد بس؟ برافو، يبقى انا هنا she has one brother، هي عندها اخ واحد بس. طيب نيجي هنا عندي في lesson 8، هنا عندي قطار train، train قطار، قرد يعني monkey، monkey، تفاحة apple، apple، الحصان اسمه horse، horse، السلطة salad، salad، السيارة أو العربية اسمها car، car. The next page، هنا عندي جزء الجرامر بيقولي to talk about what someone's like. أنا هنا بتكلم مثلا بقول البنت دي بتحب إيه، الولد ده بيحب إيه. أنا عندي like، like معناها يحب. طب أنا زودت لها اس ليه؟ لأن أنا هنا عندي ال he وال she، ال verb اللي بيجي بعديها لازم يكون فيه اس، يبقى مين اللي بتحب الاس؟ ال he وال she. ما ينفعش اقول هي لايك يلو، هو بيحب اللون الاصفر، لا بزود اس للفيرب للفعل عشان عندي هي. انا عارفه ان انتوا كي جي 2 لسه مش عارفين يعني ايه فيرب ويعني ايه ناون ويعني ايه اسم، هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو كده لوحده اعرفكم يعني ايه فيرب ويعني ايه ناون. طيب انا قلت برضو الهي والشي مبدئيا كده بيحبوا الفيرب اللي فيه اس. she likes teddy bears، هي بتحب التيدي بيرز. اوكي طيب تعالوا نحلوا كده الأسئلة دي مع بعض. he like ولا likes monkeys؟ أنا قلت إن هي بتحب الفيرب اللي فيه اس، تبقى like ولا likes؟ likes. excellent. number 2، likes trains، likes trains. أنا هنا عندي هي وعندي she، طب ما الاتنين بياخدوا الاس، يبقى أنا هرجع أبص للصورة اللي عندي. اللي في الصورة ده boy ولا girl؟ boy. بقول على البوي هي ولا she؟ he excellent، هتبقى he likes trains. number 3، she likes، ها هنا عندي yellow وgreen، من الواضح ان هي لابسه لونه yellow، يبقى هي بتحب اليلو ولا الجرين؟ اليلو. excellent. number 4، he or she likes horses، هنا عندي في الصوره اقول he ولا اقول she؟ she. excellent، عشان هي girl، عشان هي بنوته. the next one، هنا حاجه عند lesson 9 و 10. اوكي هنا بيتكلم على الساوند، هنا عندي letter k، صوته ك ك ك، عندي كاس يقبل، كيك كيك يعني بيشوط الكره برجله، انك انك حبر، كريم كريم ده ولد اسمه كريم، بوك بوك كتاب، مونكي يعني قرد. طبعا اختلف الكي، هنا كانت في النص، هنا في الاول، هنا في الاول، هنا كانت في اخر الكلمة، في اول الكلمة، في اخر الكلمة، يبقى الكي صوتها ك ك. بعديها عندي الدبليو، الدبليو الصوت بتاعها او الساوند و و، ويت ويت مبلل او مبتل، ويب ويب شبكة عنكبوت، water water معناها مية، winter winter فصل الشتاء، cow cow معناها بقرة، وهنا عندي وائل، وائل ده ولد اسمه وائل، وعاصف يعني الجو هوا windy windy. هنا هاجي عند lessons 11 و 12، هنا بيتكلم على الهيلثي اكتيفيتيز، الانشطه الصحيه اللي ينفع اعملها. exercising is healthy، ان انا اتمرن او امارس رياضه دي حاجه صحيه جدا.
طيب kicking the ball is healthy، ان انا اشوط الكرة برجلي ده صحي جدا لان دي يعتبر sport يعني رياضة. running is healthy، الجري بيكون صحي. jumping rope is healthy، ان انا اقفز بالحبل ده صحي. اوكي climbing is healthy، ان انا اتسلق دي حاجة صحية. كل دي تعتبر sports يعني رياضة، وكل الرياضة اللي انا بمارسها دي healthy activity. healthy activity يعني نشاط صحي. طيب حاجة للعكس بقى، unhealthy activities دي حاجة ضارة جدا ما ينفعش ان احنا نعملها. زي ايه مثلا؟ ان انا اتفرج على التلفزيون وقت طويل جدا، ان انا العب بالتاب او العب بالموبايل، اوكي، او ان انا اسهر لوقت متاخر. يبقى انا اتكلمت عن الانهيلثي اكتيفيتيز، دي الحاجه اللي ما ينفعش اعملها، واتكلمت على الهيلثي اكتيفيتيز، دي الحاجه الصح اللي المفروض ان احنا كلنا نعملها. طيب اخر ليسن موجود معايا في يونت 1 ليسن 13 بيقول لي ستوري تايم. يبقى انا دلوقتي عندي ستوري، عندي قصه. عندي كلمة a picnic. picnic معناها نزهة، يعني رايحين بقى في الستوري النهاردة كده في lesson 13 عندنا picnic، عندنا نزهة، هنخرج نتفسح شكلنا في البارك. we love our family. we love our family، نحن نحب عائلتنا. we love our family. تعالوا نشوفوا كده الستوري اللي عندنا بتتكلم عن ايه. اوكي شايفين الصورة الاول، ادم and دينا are in the park. يبقى انا دلوقتي عندي ادم وعندي دينا، هما فين دلوقتي؟ in the park يعني في الحديقة. اوكي طيب هنا الجيرل بتقول ايه؟ hello aunt نجوى، hello uncle شريف، هنا بتسلم على عمتها وعلى عمها. اوكي طيب الجيرل بتقول cousin امير has hurt his leg. البوي بيقول hello امير and لارا، اهلا يا امير ولارا. ذا نيكست بيج قلنا مكانهم فين؟ مكانهم في البارك في الحديقه. ليتس بلاي ويز ذا بول، يلا نلعب بالكوره. اوكي هنا البوي بيرد عليها ويقول يس وي كان كيك ذا بول، ايوه احنا بنعرف نركل الكوره او نشوط الكوره. هترد الثانيه وتقول ذس از فان، هذا ممتع. اوكي طيب هو خلاص خلصوا بقى، عايزين يلعبوا لعبه ثانيه. ليتس كلايم ذا روكس، يلا نتسلق الصخور، او هيا نتسلق الصخور. ماي كازنز ار فن، اوكي هي هنا بتقول ان ولاد عمها ممتعين جدا، هي حبت اللعب معاهم. ذا نيكست بيج، اوكي الجيرل بتقول دادي وي وونت تو بلاي ويز امير، احنا عايزين نلعب مع امير. فالبوي بيقول he can't run and he can't climb، هو ما يقدرش يجري، هو ما يقدرش يتسلق. اوكي the cousins can play together، ابناء العم بيعملوا ايه؟ بيلعبوا مع بعض. امير likes turning the rope، امير likes turning the rope، امير بيحب يلف الحبل. بعد كده بيقول this is fun، هم استمتعوا مع بعض جدا في البارك. طيب في الاخر خالص جايب لي اهم النقط الموجوده في يونت 1. اوكي هنا عندي كيك، جامب، سويم، كلايم، رن، دادي، مامي، مونكي، وهنا عندي الساوندز بتاعت الكي والدبليو، انك، كيك، كيس، ويندي، كاو، ووتر. اوكي هنا بتقول اي هاف ا ريد بول، انا عندي كوره حمراء. اي هاف، اي هاف، انما قلنا she وهي ما بتاخدش have، بتاخد has. she has one sister، هو بيشاور على البنوتة دي بيقول she has one sister، هي عندها اخت واحدة. he likes cars، هو بيحب العربيات. he likes cars، قلنا ال he وال she بتحب الاس اللي في الverb بعديها، عشان كده هي اخدت الverb likes، ما ينفعش اقول he like، لازم يكون الفيرب في اس. اوكي طيب يبقى احنا كده خلصنا يونت 1، هسيب لكم الاكتيفيتي بتاعه يونت 1، واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وهنبدا مع بعض يونت 2. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. لو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم.